ذئب ذئب ما تسمع؟ جاء ولا ما جاء؟ ذئب 50 نقطة. جيب واحدة معك. ذئب. طبعا يا ابو كاتم والله احنا نمزح، لا والله اذا جيت من هنا نحن نخاف. خلينا نكمل. ذئب ما تحترم انت؟ كم اللي جالس هنا؟ يا ابو كاتم افتك والله نمزح. عليك السلامة. بشر ما جيب واحدة معك. اوه عادي يعطيك ماء. ها؟ كنا العصا دق. عادي يعطيك. ايه جيب مويه. زين متواضع. ايه. ايش تحسب مني يا ابو كاتم مصدق؟ احسب منك بعد ما تشرب الماء. ايش نشرب؟ ليه مال مبارك؟ ها؟ بالله قول السلام عليك. كيف رد؟ مش كيف رد عليك؟ والله كني طول. ها؟ تكفي يا سلطان. ايش؟ بغيت اموت وانا في المنتجع. ما مقابلني في النظاميات. ذي مال مبارك. ها وش تبي؟ يلا ها. ما اوجعك ما. وقف هنا. لا سلم سلم. لا طبعا ما اسلم عليه. بالله يسلم. معصب يعني. ما اخاف انه لا يرد. سلم سلم. اخاف ما يرد. بالله يسلم. لا بيرد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعتقد اللي سويته اليوم صح؟ كل شيء سويه ذيب المبارك صح. تستهتر فيني؟ لا. لماذا أنت يا أبو كاتم أول مرة تضحك أسمعك؟ أنا ما أضحك. أنا أشوف. تسبح؟ قاعد تسبح؟ الحين أنت تخاطبني بهالشكل؟ لا. خصم 500. الحمد لله الرصيد فايض. ألف. كم إيه؟ الرصيد فايض. يلا ذكر. 2000. خلاص جدي كل الرصيد ما يجي 2000 أصلا. كم كل الرصيد فايض ينقبل. 2000. عادي ما في مشكلة. تغرف من بحر. برا القرية. أوف. برا القرية. أنت ما ينفع ما خصم. برا القرية. طيب. إلى يدق عليك. كيفي. يدق عليك ترجع. طيب لو طلعت برا القرية وعزمتك في الاستراحة تجي؟ به متسابقين؟ لا ما في احد. به؟ لا. والله به. لا ما في احد. اذا به متسابق خصم ولا ترجع القرية. لا ما في. نجي نزوركم طيب. مسلم عليك. فيه اللمبات فيه السمك. السمك موجود سمع؟ ايه. ولا عاد في رجع القرية. طرد. ما يدري وسط الموية. والله؟ ايه الصوت لا يصل الى الموية. بنجي نسلم عليكم ان شاء الله. يا مرحبا. بس فيه متسابقين؟ لا. خلاص. الامور طيبة. اللي بعده. في وردة بس. والله اني اجلد. والله اني اجلد. متجبر والله ما شاء الله عليك. من جاء طريق الجلد الجلد. والله العظيم يا انس. حكمة. لا شو. حكمة من جاء طريق الجلد جلد. جلد ولا؟ جلد ولا ظفر؟ انت؟ لا بس والله. العصا الحالة والله يا تخرش. دف دف العصا الحالة. تحس العصا تخصم هي جاية. الصورة فيها صورة شبح. الشبح. يعني ما ترى أنا بالنسبة لي ما يخو لا يخوفني والله. أنت. تخيل إني أقول ما يخوفني أبو كاتم. تكذب أزبد لك على طول. تخيل إني أقول ما يخوفني أبو كاتم. الله يطول في عمره. إن شاء الله نشوفه. هو أصلاً صقيقي. ها؟ صقيقي. ليه جا صديقي؟ كذا المحبة من الله. مسوي خوي أبو كادم أنت؟ إي ما بعد دعاني إلا ذلحين. طيب مو بالله يجي. كان يدعيني عقب ما رفعت لوحة أبو زيدة. ترى بعض الأحيان عرضة أبو زيدة الله يهداه. يصلف. إي والله. بس تلاحظ إنه يجي سردح مردح. سرده مرده هذه شغله. لا سولف ولا شيء. ما في. وتحدى تقرب من ناصر. ها تقرب منه خصم.
اي عشان فيه شحنات خصمية سالبة. والله العظيم شخص شخص ما شاء الله عليه. عجبتني قبل شوي السمكة أبو كاتم. إيه هيبة حتى جلستها كذا توكي جاي كذا يتفرج. مصدق عشان ديك كذا عشان السفينة جالسة. والله يا نزل ذاك الليل من عندي من هنا. وين؟ توضعية ها؟ من هنا. إيه. توضعية أخر. زبنت. هو يجي من شحن منظر. ها يجي معبي الراس اذا جاء ما اذا جاء اذا جاء اذا جاء ودعاني مره من المرات ان شاء الله ما يدعيني بجيب له عصير ليمون اساس انك هونت اعصابك خله يمكن يمكن مثلا في خاطره بيخصم عليه 500 خصم عليه 100 بالله ذي عندي لك فقره بالله خل الحين قلده فقره شنو تكفى تعال تعال فقره شنو تعال اوريك اوه حيوانات عندك قلم بجيبك